الموظف اللي في الجهاز يقعدوا يقرروهم، انتوا يسالوهم الثلاث اسئله دول ويعرفوا هل لنا علاقه بالسياسه ولا مالناش. لو ما الاسئله دي كلها نجاوبها بالنفي يبقى احنا مالناش دعوه بالسياسه. عملتوا اي بحث او احصاء عن نسبه رضا عن الحكومه مثلا؟ دي بتبقى استطلاعات راي بقى، ودي مش شغله اجهزه الاحصاء. اجهزه الاحصاء يا استاذ احمد لا ما بتعملوهاش. لا احنا لا نجري استطلاعات راي. لان استطلاعات الراي عشان تعمل استطلاع راي لازم تبقى جهه مستقله، يعني ما لهاش علاقه بالحكومه. كل الدول اللي فيها اجهزه استطلاعات للراي لابد ان تكون مستقله. ويعني جالوب، زغبي، مش عارف الحاجات الكبيره العالميه دي بتبقى لازم قطاع خاص، وصاحب المصلحه يروح للريبوتيشن او لسمعه هذا الايه المكان، بيعمل حاجه محترفه ولا هو بيراضي العملاء. اذا كان هيراضي العملاء خلص يبقى خلص. لكن يروح لان انا لو انا كلمت حضرتك وقلت لك انا جهاز الاحصاء، ايه رايك في اداء الحكومه؟ من ساعه ما بقول لك انا جهاز الاحصاء انا منحاز على طول، السؤال بقى منحاز ان انا جهاز تبع الدوله وبقول لك ايه رايك في الحكومه. فطبعا ده غير حرفي. الاجهزه اللي بتعمل استطلاعات الراي دي هي اجهزه لازم تكون مستقله علشان تبقى عندها مصداقيه في لذلك احنا الحقيقه الجهاز بيشجع كل الكيانات المستقله اللي في بلدنا عشان تجري هذه. ليه؟ عشان لما يجي حضرتك لا بيجي يتكلموا مع حضرتك مثلا او بياخدوا راي حضرتك. لا لازم يجي لازم. اذا كان هيروح يعمل المقابله فيس تو فيس، وجها لوجه، يعني هيجي يخبط عليك في البيت. لازم يجي ياخد موافقه من الايه الجهاز. لكن بعض هذه الكيانات تجري بالتليفون وبالانترنت، ودي ما حدش له ايه سيطرة عليها. ده ممكن يعملوا من بلد بره مصر استطلاع بالتليفون عندنا. واحد يكلم التليفونات والناس مش عارف بيتكلم منين. ده يعني بالتليفون دي بتبقى مش مظبوطه، بتبقى عينه مش صحيحه. اولا دايما العينات او هو يعني في جهات بتجري بالتليفونات، نعم، ويحاولوا يبقوا محترفين قدر الامكان. هو طبعا مين اللي عنده تليفون؟ ده جزء من المجتمع اللي عنده تليفون، نعم، ولازم يعني يبقى. فده برضو ما هواش بيديك المصداقية الكافية، لكن أحسن من مفيش. يعني قبل كده لما كانش عندنا خالص أي أجهزة بتعمل مثل هذه الاستطلاعات، وكان عندنا مركز معلومات مجلس الوزراء، نعم، كان يجري مثل هذه الإجراءات، فكان بيجريها ويحاول يخليها احترافية قدر الإمكان، بس كانت بتطلع لنا نتائج أحسن ما يكونش عندنا نتائج خالص. لكن لما يكون عندنا كيانات مستقلة في مصر وهي بقت موجودة ومتعددة، الحقيقة احنا بنشجع هذه الكيانات عشان لما يجي واحد من الخارج ويقول ان احنا أجرينا استطلاع في مصر والنتائج بتقول حصل ان في بعض الإخوان ما مشوا، حد عمل استطلاع وقال لك في رضا عليهم بنسبة 44% وما نعرفش هم عملوا 44% دي ازاي. لو عندنا كيان له قيمته وله مصداقيته اقول له لا ده الكيان الفلاني مطلع 21، وانت اواجه مصداقيه الكلام اللي ايه اللي عنده. لو انا عندي كيانات لها سمعتها، نعم، ولها مصداقيتها، اواجه ببياناتها صحيح. كل من هو صحيحة. كل من هو يحاول ان يلعب معايا سياسه او يدي رسائل معينه، لانه بعض كان بيعملوا استطلاعات راي ما تعرفش نسب المشاهدة مثلا أو القنوات أو البرامج، بعض زي إبسوس أو غيرها، وخلاص دلوقتي بيتعمل أعتقد دلوقتي حاجة شركة وطنية أو مركز وطني لقياس نسب المشاهدة، كيان وطني، مركز الأستاذ مكرم محمد أحمد، أيوة، مجلس الأعلى، رئيس المجلس الأعلى، نعم، مكلفين بأن هم يعملوا حاجة زي كده علشان يبقى في تعبير دقيق عن اللي حضرتك بتتكلم عنه. ده البعض بيعمل تقرير ويعمل حصيلة حاجات كتير وبيكلم 2000 واحد ونسبة عينة 1000 واحد، 1000 واحد من 93 مليون مثلا، ايه العينة الصحيحة اللي انا اقدر اتكلم بناء عليها اقول انه التقرير ده صحيح او مش صحيح او لا او يعبر او لا يعبر؟ الحقيقة في عينات 1000 وممكن تكون معبرة لان هي منتقاء يمثل المجتمع، وما نقدرش نقول إن الأول نعرف الهدف من اللي أنت بتعمله إيه. إذا كان الهدف اللي أنت بتعمله حاجة معينة يبقى لازم العينة لا تقل عن كذا. الأهداف أخرى يبقى العينة حجم العينة مرتبط بالهدف من اللي أنت بتعمله. نعم. لكن العينة الألف دي كثير جدا من الأبحاث تجرى على 1000 وتطلع عليك حاجة تقدر تعتمد عليها لو العينة مختارة اختيار إيه جيد. وإحنا الحقيقة في الجهاز عندنا مصدر للعينات.
لان احنا عندي المجتمع كله. احنا تعداد 2006 كنا عاملين منه ماستر سامبل مليون اسره علشان اللي يجروا ابحاث ياخدوا من مش بس بتوع استطلاعات الراي دول لكن مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه، وزاره الصحه بتعمل المسح السكاني الصحي، كل دول مصدر العينات.